حفل مفعم بالأمل والإلهام احتفى فيه برنامج السمو الصيفي بإنجازات مجموعة مميزة من ذوي العزيمة، وذلك بحضور سعادة السيد إسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة. فهذا البرنامج الذي امتد على مدار الصيف شهد مشاركة نخبة من الأشخاص ذوي العزيمة الذين أبهروا الجميع بقدراتهم وتصميمهم على تحقيق أحلامهم. طبعا احنا سعيدين وفخورين بأننا احنا في مملكة البحرين ذوي العزيمة ماخذين يعني كل حقوقهم فضل القيادة الرشيدة، المراكز الحكومية وأيضا يعني منظمات المجتمع المدني. حقيقة كل من قايم بدور مهم في إعطاء ذوي العزيمة حقوقهم، في تدريبهم، في تأهيلهم، في تمكينهم، وأيضا في يعني إعطائهم الفرصة. شهد حفل الختام فقرة تمثيلية مؤثرة قدمها المشاركون، عبروا فيها بإبداع عن التحديات التي واجهتهم وكيف تمكنوا من تجاوزها بالإرادة والإصرار، كما تم تكريم الجهات الداعمة والمتعاونة مع البرنامج والتي لعبت دورا محوريا في إنجاح هذه المبادرة الرائدة. الصراحة البرنامج كان مفيد حق هذه الفئة خصوصا، يعني ما في واجد برامج تضم هاي الفئة، ومبادرة جيدة في البرنامج الصيفي، ويستغلون وقت فراغهم ويقومون بشيء يعني يحبونه، ويتعرفون على جروب جديد من الأصدقاء، ويتعرفون على زملاء ثانيين غير زملاء المدرسة. ونتمنى هاي المبادرات تكون أكثر وأكثر لهاي الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ياسمين سمونا ويا برنامج سموم من 2016، يعني الحمد لله كل سنة يدربون ويعطونه وايد أشياء، يعني الحمد لله يعني أتعلمهم وايد أشياء، أتعلمهم من برنامج سموم. صارت أكثر اجتماعية، تسمعوا وتعرف تكلم ويا الناس عكس أحسن، يعني صارت تعرف شلون تتعامل مع الناس الحمد لله. إن هذا الحفل يؤكد على أن الإعاقة ليست عائقا أمام تحقيق الأحلام، بل هي دافع للمزيد من التميز والإبداع. وقد أثبت هؤلاء المشاركون أنهم أبطال بحق يستحقون كل الإشادة والتقدير، وأنهم مصدر إلهام لكل أفراد المجتمع. تزهر أيام الصيف بفرص ثمينة لتنمية الأطفال جسديا وعقليا، وفي هذا الموسم تعد المشاركة في الأنشطة الرياضية الصيفية في الصالات الرياضية خيارا مثاليا، يمنح الأطفال العديد من الفوائد المحفزة لنموهم الشامل. العيال والله يسوون نشاط في الصيف أفضل من القاعدة، ووايزين حق يعني تخابر الياهل قاعد ينمو، لياقته تتطور، عضلاته تقوى، يعني مثل ما تقول ويا النمو قاعد يقوى جسمه، يمارس رياضة، ما يفقد المرونة اللي هو الياهل ينولد بمرونة جسمه مرن. تشوف أنت العور اللي انكبر فقد المرونة بسبب أنه هو صغير ما يمارس، فإحنا تبي تحافظ على مرونة جسم الياهل، تقوي عضلاته، تخابر قاعد يتدرج شوي شوي تقوي عظامته. بالعكس الرياضة زينة حق كل الأعمار. يعني هالبروغرام كله حسيته يساعدني في الإجازة، لأن في الإجازة حسيت يعني ما بسوي شيء إلا غير ألعاب وده، فهو ساعدني في قوة العضل ألعب تمارين أحسن، فيخليني أستفيد واجد. في الصيف أي مني عشان أنا ما في شيء أسوي في البيت، بس أي مني عشان أستانس. الصالات الرياضية تعد بيئة آمنة وغنية تتيح للأطفال الفرصة لاكتشاف عالم الحركة والرياضة بكل حماس، فخلال هذه الأنشطة يتمكن الأطفال من تعزيز لياقتهم البدنية من خلال التمارين الهوائية والتقوية العضلية. وتساهم هذه الأنشطة في تطوير المهارات الاجتماعية للأطفال والتعاون مع زملائهم، مما ينعكس إيجابا على ثقتهم بأنفسهم. بدينا النشاط الصيفي مع الأطفال من نهاية شهر مايو، ونحاول نعلمهم أساسيات اللعبة، أساسيات الرياضة بشكل عام، ونلعبهم بعد ندخل لهم ألعاب نفس ما تقول عشان ما يتمللون. تعرف صغار ما تقدر تكون وياهم
ستريكت وايد، فنفس ما قلت لك نبتدي وياهم كلاساتنا بشكل عام، نسوي لهم تمرين أو اثنين كمهارة عشان يكتسبها الطفل، وفي نفس الوقت عشان يحب الرياضة حق المستقبل. لبناء أجسام قوية وعقول مستنيرة، يشجع أولياء الأمور أطفالهم على المشاركة في هذه التجربة الرياضية المثمرة لتسهم في تعزيز صحتهم البدنية وتمكنهم من الاستمتاع بوقت فراغهم بشكل مريح ومفيد.